شيخنا شنو هو الفنان المغربي اللي تقول له الله يهديه من غير الدوزي؟ طبعا لان الدوزي قلت له من قبل من غير الدوزي. الدوزي قالوا لي زعما شكون فنان اللي يقول له الله يهديك طلب له الهدايه؟ هي عادي احنا في الصلاه اش كنقولوا 17 ديال المرات في الفرائض اهدينا الصراط المستقيم. يعني كاين بعض الناس كيقول له الله يهديك تقول له الله يهديك فحال اللي زعما تقول له انت سبيته. لا ما تسقسوني قالوا شكون الفنان اللي تقول له الله يهديك تتمنى له الهدايه؟ ماذا عن حب؟ قلت لهم الدوزي. انت دابا كتطلب شي واحد اخر؟ شي واحد اخر ابو هدايه ما شاء الله. بالضبط ابو هدايه. شكون هو ابو هدايه؟ وشكون هو ابو محمد ابو هدايه وابو معتز صديق ديالي عزيز عليا ومتخلق وكذا، ولكن نتمنى له ان يكون افضل. يعني وهذا ماشي عيب ان الانسان يترقى يكون من حسن الى احسن. وكاين بزاف انا كنشوف بزاف ديال الفنانه في المجال ديال الفن ولا الغناء في الحياه او في الاخلاق ديالو الطبيعه ديالو كذا على مستوى عالي من الاخلاق. بما اننا اسمح لي نقاطعك الله يجزيك خير، بما اننا هضرنا على هذه النقطه باش ما ننساش، مؤخرا شورتي صوره ديالك مع شي فنان على ما اعتقد رضوان. رضوان وكساعد وحاتيم و علاش الشيخ كيتصور مع الفنانه وكذا؟ هذاك مسلم هذاك فنان شنو يعني عنده مع ما عرفتش واحد القضيه هاد الناس يعني باش يسمعوا شي شيخ يقول لهم الغناء حرام اه لا كتحرموا وكذا وما يشوفوه تصور مع الفن حتى ناقد الحومق. والله خصهم كما كيقولوا خصهم كاملين نجمعوا ندعم لهم في السطر. يا السطر عندكم هنا مستشفى الامراض العقليه ولا رجعوا باش نفصل في هذه المساله. المغني اذا عنده ديك الذنب هذاك راه هو مسلم ومن حقه عليا انني احسن اليه والسلام وكذا، ماشي ان هذا يزكي شي عمل ديالو او شي غلط ديالو. واحد كيشرب وتلاقيته انا وسلمت عليه وقال لي نتصوروا وتصورنا وزعما هذه التصويره كتعني الشرب حلال. هذا الناس حماقو الناس في الحاضر الناس ديال التفكير بنادم كيكتب اخر شكرا بالنوم في الاخر هما هذا النوع هادو وشمت جزاك الله خيرا بالنوم في الاخر وهادو غتناقش معاهم وهادو عندهم اصلا وجهه نظر. علاش انا تصورت مع المغني مالو المغني مسلم ويصلي وعنده خطا وعلى داك الشيء انا معاه باش نوجهه ونصحه ونتعامل معاه نحببه في الدين ونبين له بان انا اللي كنبغي له الخير وكذا والرفق. دابا شنو بغيتي انا نتلاقى الفنان ونجري عليه بالحجر مهنة الكسبراطة؟ لا تقاتلو بالسيف ولا نجبد الموسى ونسبل فيها ونعنقل؟ لا الفنان خصني نعطيه انا اللي عندي. شنو عندي؟ المعاملة الطيبة والكلمة الطيبة والابتسامة في وجه اخيك. دابا الفنان خاك ولا ماشي خاك؟ انا طبعا مسلم ولا؟ ايوا ما تبسمك في وجه اخيك صداقة هذا وحنا غنشددوا عليه ونقولوا له كذا. لا لا وانا غنبقى نتصور معاهم وننشر نتواصل معاهم ونشكرهم ونكبر بهم وندعي معاهم دائما. والحماق يضربوا راسهم مع الحيط لان انتم مع الناس كاملين. واحد الحاجه قلت لك انا الهدايه لابو هدايه ولعل تكون ديك الاسم ديال الهدايه وتا اسم معتز وما اسماء يعني لها وقع طيب. معتز يعتز الانسان وتا الاسم ديالو مسلم يعني في الاول محمد كان عنده العزه بالاسلام يعني سمى راسه مسلم. والعلم ان ذاك المجال وكذا دائما تذكر مسلم 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 عنده الاجر في هذه السميه يعني هو اختار الاسم هذا ولو ان على مسلم على مسلم. انا قلت لك ابو هدايه انت ما تعرفش هذه الكنيه دي ابو هدايه دابا هذه ديال الناس دلحي. لا ماشي دلحي هذه الرسول صلى الله عليه وسلم انتم تمسختوا صافي ما كتعرفوش الدين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكنى ومن السنه ديالو ومن الاسلام لكن الناس لا الناس جاهلين ما بقاوش كيقراو وهذا ماشي المشكل ديال الشرع وانما المشكل ديال الناس. فهمتي القضيه؟ اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.